السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الفرنسية مع لبنى لمستوى ما قبل المبتدئين. وصلنا إلى الدرس الثالث وسندرس فيه الأصوات والحروف الساكنة التي يتغير نطقها. إذن سنبدأ أولا بالصوت تي أو بالحرف تي. الحرف هو تي والصوت هو ت. إذن هذا الحرف ينطق كما ترون هنا بالثلاث طرق مختلفة. إذن في بعض الأحيان ننطقه كحرف طاء في العربية، في بعض الأحيان ننطقه كحرف تاء في العربية، وفي بعض الأحيان ننطقه كحرف سين في العربية. إذن ما هي حالات كل واحدة؟ لاحظوا معي. إذن ينطق كحرف طاء في العربية إذا جاء متبوعا بأ نقول طا، إذا جاء متبوعا بأ نقول ت، إذا جاء متبوعا بأو نقول تو. أيضا الحالة الأخرى هو أن يكون متبوعا بحرف ساكن وليس حرف متحرك. إذا جاء متبوعا بحرف ساكن أول شيء يبقى ساكنا لا يتحرك طبعا نقول ت، ثم ينطق كحرف طاء تخوا 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 يعني ثلاثة. الآن ما هي الحالات التي ينطق فيها كحرف التاء في العربية؟ ينطق كحرف التاء في العربية إذا جاء متبوعا ب إي يقرأ تي، إذا جاء متبوعا ب أو ينطق تو، وإذا جاء متبوعا ب إغراك ينطق تي أيضا. مثال تورتو تورتو. إذا لاحظوا في الأول نطق ت تو لأنه جاء متبوعا ب أو، ثم الثانية تو نطق كحرف التاء لأنه جاء متبوعا ب أو تورتو. الحالة الثالثة هو أنه ينطق كحرف سين في العربية. إذا متى ينطق كحرف سين في العربية؟ أولا إذا جاء متبوعا ب إي، ثم بعد إي حرف أو صوت يعني حرف متحرك، سواء كان حرف متحرك بسيط أو حرف متحرك مركب voyelle simple أو voyelle composée. إذن مثلا هنا إي متبوعة بأ ننطق سيا، أو إي متبوعة بأو ننطق سيو، أو إي متبوعة بأون ننطق سيون. داكوغ؟ إذن فهو ينطق كحرف سين إذا جاء متبوعا بإي ثم بعدها حرف متحرك بسيط أو مركب. سوف نرى بعض الكلمات التي تحتوي على هذا الصوت وسنتدرب على نطقها. إذا انتبهوا معي، انتبهوا مرة أخرى لحركات الفم لكي تستفيدوا من النطق الصحيح وتتدربوا على النطق الصحيح. يعني أفضل أن تكون أمامكم مرآة لتلاحظوا حركات فمكم، هل تقومون بنفس الحركة أم لا. لاحظوا معي الكلمة الأولى، انتبهوا مرة أخرى لحركات الفم لكي تستفيدوا من النطق الصحيح وتتدربوا على النطق الصحيح. يعني أفضل أن تكون أمامكم مرآة لتلاحظوا حركات فمكم، هل تقومون بنفس الحركة أم لا. لاحظوا معي الكلمة الأولى، طومات طومات طومات، طاغت طاغت طاغت، تريكو تريكو تريكو، attention attention attention. tiroir tiroir tiroir. potion potion potion. patio patio
باسيو باسيو با س تك با س تك باس تك باس تك اي سون س يال essentiel essentiel tu tu tortue 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 Tiron, 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 tiron. الآن سوف نتعرف على معاني هذه الكلمات التي رأينا للتو. إذن طومات، طومات، طومات تعني طماطم. طارت، طارت، طارت تعني فطيرة. تريكو، تريكو، تريكو سترة. attention 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 حذاري. تيغوار، تيغوار، تيغوار درج أو مجر، مجر أو درج. بوسيون، بوسيون، بوسيون يعني جرعة دواء. باسيو، باسيو، باسيو يعني لاكور أو فناء داخل البيت. باستيك، باستيك، باستيك يعني بطيخ، البطيخ الذي يكون أحمر يعني أحمر وبزريعة سوداء. دلاح يقال باللغة الدارجة دلاح. essentiel 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 يعني ضروري. tortue تعني سلحفاة. تيغون، تيغون، تيغون يعني متسلط أو مستبد. تراكتور، تراكتور، تراكتور يعني جرار، جرار زراعي. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.